شو هي توقعات الفلك لمواليد الحوت بالأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل 2022؟ عزيز الحوت، قوم بحساباتك بأول الشهر وما تتهور بخيارات بدون درس. لازم تدقق بكل شيء. القمر الجديد بالحمل بين 1 و2 بيجعلك مبلبل التفكير شوي، غير قادر على اتخاذ القرار، بتفكر بإحداث تعديلات على برامجك، ولكن يمكن تصطدم بعقبة مالية وبتلاقي لها حل أو بتفكر بحل لها بين 1/3 و3/5. بتستقبل يمكن فكرة جيدة عبر نقاش أو مفاوضات، أو بتشوف بصيص نور لمحاصرة الشدائد. بتقوم بحسابات دقيقة، بس الأفلاك بتطلب منك التروي وعدم القيام بأي مغامرات بين 4/6 و5/7، لأنه هاليومين معاكسين جدا. إذن التروي جدا بنهاية الأسبوع كما ببدايته، وبنص الأسبوع بتبحث عن حلول وبتناقشها مع بعض الفرقاء.